السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أيها الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وسعداء بهذا اللقاء المتجدد. موضوعنا الليلة نتحدث عن الوظيفة الغائبة، وظيفة من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلاقتها بالحريات الخاصة والحريات العامة، وما شروط الأمر بالمعروف وما شروط النهي عن المنكر. هذه قضايا يحتاج إليها الناس في هذه الظرفية على وجه الخصوص. وننطلق من الحديث النبوي الشريف الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبقلبه، فإن لم يستطع فبلسانه. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذا الحديث النبوي الشريف يتحدث عن تغيير المنكر، وبالمقابل هو يأمر بالمعروف، لأن مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أفضل الأعمال الصالحة التي دعا إليها الإسلام. ومبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر به فضل الله هذه الأمة عن باقي الأمم، فالأمة الإسلامية مفضلة ومكرمة عند الله تعالى، ولعل من أجل الأسباب أنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، لقول الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وهذا المبدأ هو سبب لوحدة الأمة واجتماعها واتفاقها وائتلافها على كلمة سواء. فربنا عز وجل جعل مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، جعله سببا في الوحدة وفي الاجتماع والاتفاق. فقال جل علاه: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فما هو الأمر بالمعروف؟ الأمر بالمعروف هو كل ما أمر به الله تعالى ورسوله، سواء كان معروفا بين الناس أو كان منكرا. حقيقة أن الناس في عصرنا هذا، مع عصر التقدم وعصر حقوق الإنسان، الجميع يعترف بالحريات الشخصية ويعترف بالحرية الفردية، والإسلام هو لا ينكر ذلك. الله تعالى يرى بأن لكل فرد منا شخصية مستقلة، وهذا الشخصية المستقلة وهذه الحرية الفردية هي يتحمل نتائج عملها. فربنا يقول: من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد، ولا تزر وازرة وزر أخرى. هذا كله يؤصل لمبدأ الحرية الفردية والحرية الشخصية. لكن من جهة أخرى، ربنا عز وجل يؤكد أن على المجتمع المسلم جميع أفراده عليهم مسؤولية جماعية تضامنية إزاء سيادة المبادئ والقيم التي فيها صلاح الأمة واستقامة أمرها. فنحن في عصرنا هذا نتحدث في ظل الدولة الحديثة عن مصطلح المواطنة أو المعاصرة
أيضا ممكن أن نرى بأن مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ممكن أن ندرجه فيما يسمى بباب المشاركة في الشأن العام وإصلاح الوضع العام، فالذي يتحدث عن القضايا العامة أو الخاصة فهو في الحقيقة لا يتدخل في شؤون الناس، وإنما هو يبدي رأيه من باب المشاركة في إبداء الرأي في قضايا الشأن العام وإصلاح الوضع العام. علينا أن نعرف أيها الأحبة الكرام بأن مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من الأعمال العظيمة الجليلة، وهو وظيفة الأنبياء ووظيفة المرسلين، والذين يختارون هذا الأمر ويشتغلون عليه يكونون قد حملوا لواء ومشعل الرسالات السماوية واتخذوا منهج الأنبياء منهج حياتهم، فهم يعملون على أن يقودوا الناس نحو رضا الله تعالى. وطبعا الذي ينبغي أن يقوم بهذا المبدأ عليه أن يكون أولا هو صالح في نفسه، أول ما يبدأ به يبدأ بنفسه فيصلح ذاته ويصلح عقيدته ويصلح فكره ويصلح سلوكه ويصلح وسطه، ثم بعد ذلك ينتقل إلى مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لهذا الله تعالى لما بشر المؤمنين الصادقين الذين يقومون بهذا الدور في المجتمع قال التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. فقبل أن ينتقل الإنسان إلى أن يكون آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر وحافظا لحدود الله عليه أولا أن يكون تائبا، ثم بعد ذلك عابدا، ثم بعد ذلك حامدا، ثم سائحا، ثم راكعا، ثم ساجدا. هكذا تقول الآية المكرمة في صفات المؤمنين المبشرين: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. ربنا عز وجل أخذ عهدا على الأمة الإسلامية أنها متى مكنها الله تعالى من السلطة ومكنها من القوامة ومكنها من القيادة والريادة أنها أول ما تقوم به هي أنها تضع أسس قويمة لمنهج الرحمن ولمبدأ العبادة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هكذا قال الله تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. هذا المبدأ هو في الحقيقة حماية للمجتمع. نحن في وضعنا وفي عصرنا وفي كل وقت وحين هذا المبدأ هو واجب رباني، فيه حماية لسفينة المجتمع من الغرق، وفيه حماية للهوية، لأن الهوية المسلمة قد تتعرض للإفساد وقد تتعرض للانحلال، فلا بد من حماية الهوية. وأيضا فيه إبقاء لرفعة المجتمع وسموه، فلا بد أن يبقى المجتمع ساميا ورفيع المقام حينما يعتز بالقيم ويعتز بالمبادئ ويعتز بتاريخه ويعتز بدينه وبعقيدته. فخطورة هذه القضية ونظرا لأهميتها جاء هذا الحديث النبوي الشريف الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذا الحديث النبوي الشريف يبين أن إنكار المنكر يكون على مراتب ثلاث: هناك التغيير باليد، ثم هناك التغيير باللسان، ثم هناك التغيير بالقلب. فهذه مراتب متعلقة بطبيعة هذا المنكر ونوعه وطبيعة القائم بالإنكار وشخصه. فهناك بعض المنكرات ما لا يمكن تغييرها مباشرة إلا باليد، ومن المنكرات ما يعجز المرء عن تغييره بيده
فينتقل إلى لسانه، وهناك ما لا يمكن تغييره إلا بالقلب فحسب. فيجب إنكار المنكر باليد على من؟ على كل من تمكن من ذلك ولم يؤدي إنكاره إلى مفسدة أكبر. فمثلا رجال السلطة ورجال الأمن لهم أن يغيروا هذا المنكر إذا صدر من أبناء الشعب، وكانت هناك جريمة وكان هناك قطع طرق وكان هناك إفساد في الأرض، فالسلطة وحدها هي التي لها الحق في أن تتدخل لإصلاح شؤون الشعب والرعية. وكذلك في البيت، الأب صاحب السلطة هو الذي له القدرة وله الصلاحية للإصلاح. وكذلك المعلم داخل المدرسة والموظف في عمله، فهؤلاء إذا رأوا منكر في حدود دائرتهم السلطوية التي هم هي مناطة بهم، لهم أن يغيروا هذا المنكر باليد. فإذا قصر أحد في واجبه فإنه يكون مضيعا للأمانة، ومن ضيع الأمانة فقد أثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من عاقبة الذين يفرطون في هذه الأمانة، فقال: ما من عبد يسترعيه الله تعالى رعية فلم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة. فالمسؤولية جسيمة. لكن إذا عجز الإنسان عن التغيير باليد فإنه ينتقل إلى الإنكار باللسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن لم يستطع فبلسانه. فيذكر العصاة والمخطئين، يذكرهم بالله تعالى ويخوفهم من عقابه بطريقة يجعلهم يخافون ويرتدعون باللسان، بالوعظ والإرشاد. فالتغيير باللسان قد يكون بالوعظ والإرشاد، وقد يكون بالتنديد، وقد يكون بمطالبة ولي الأمر بإزالة ذلك، كما نراه الآن مثلا في لما نرى منكر داخل المجتمع، هناك منظمات وهناك جهات يقومون بمسيرات ويرفعون لافتات وفيها مطالب إما تنديد ومطالب للحكومة أو لولي الأمر للتدخل. فالذين يقومون بالتغيير باللسان هم أصحاب القلم أولا وأصحاب الفكر وأعضاء الهيئات الاستشارية في المجتمع، كل هؤلاء ينبغي أن يتدخلوا للإصلاح باللسان. أحيانا قد يكون التلميح كافيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. أحيانا سيدنا النبي يحافظ على كرامة الإنسان ولا يوقعه في الحرج، ففي بعض المقامات لا يقتضي التصريح والتعنيف وإنما يكون بالتلطيف: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. وقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة بن زيد رضي الله عنه لما قال له: يا رسول الله، أتشفع في حد من حدود الله في حق المرأة الخثعمية التي سرقت؟ فالنبي الكريم أنكر عليه وقال: ما لك أن تشفع في حد من حدود الله. كما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم باللسان على من يغير أحكام الدين أو يتستر على بعض الناس الواصلين النافذين على حساب المستضعفين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عدنا إليكم مستمعي الأفاضل ونواصل حديثنا اليوم عن الوظيفة الغائبة، وهي مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعلاقته بالحرية الشخصية وعلاقته بالإصلاح العام. لأن هناك نقاش يدور في المجتمع المدني يرتبط بكون أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو تدخل في الحرية الشخصية ويؤثر في نظام المجتمع. لهذا ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بهذا المبدأ فقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر
وتؤمنون بالله. ووضحنا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. معلوم أيها الأحبة الكرام بأن عدم تغيير هذا المنكر تكمن خطورته في أن الناس يألفون هذه السلوكات، وبالتالي يعتادون عليها، ثم تنتشر في المجتمع وتسري في سلوك الناس، وبذلك قد تغرق سفينة المجتمع. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب لنا مثالا رائعا يوضح هذه الحقيقة، فقال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. هذا الحديث النبوي الشريف يوضح لنا حقيقة الحريات الفردية والحريات العامة. فنحن جميعا في المجتمع نعيش بصيغة مشتركة وكأننا في سفينة. أعطى النبي الكريم مثال مقرب للأذهان: قوم كانوا في السفينة، البعض في الأعلى والبعض في الأسفل، واختلفوا في القيم، واختلفوا في المبادئ، واختلفوا في الأعراف، وأرادوا أن يستقوا الماء. الذين هم في الأسفل إذا أرادوا أن يأخذوا الماء كانوا يصعدون إلى الأعلى، ثم يقومون بإلقاء أوانيهم ليستقوا، فقالوا: لماذا نتعب أنفسنا نصعد إلى الأعلى؟ نحن عندنا نصيبنا، نخرق خرقا في نصيبنا. تصور لو قاموا بخرق في نصيبهم السفلي، ما الذي سوف يقع؟ السفينة سوف تغرق وسوف تتعرض للأذى فيهلكون جميعا، لكن إذا نصحوهم وأخذوا على أيديهم سينجون وينجون جميعا. هذا مثال أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم يوضح لنا بأن المجتمع فيه الحياة المشتركة، ونحن كلنا ينبغي أن نكون متوافقين على مبادئ وقيم حتى لا يقع الصراع فيما بيننا وحتى لا نتأذى. وهذه القيم طبعا ربنا سبحانه وتعالى ذكر مبادئها في كتابه العزيز وفي سنته المطهرة، لكن حتى لا يقع هناك فتنة ولا يقع هناك صراع، العلماء الأجلاء ذكروا بأن من أراد أن يتقدم بالأمر بالمعروف وخصوصا للنهي عن المنكر، إذا أراد أن ينكر فلابد له من شروط. أولا، قبل أن تنكر على الناس منكر عليك أن تتيقن بأن هذا الأمر منكر، لابد أن تتيقن بأنه منكر، لأن قد يكون الشيء عادي وتظن أنه منكر وهو ليس كذلك، أو عكس هذا، ربما قد تكون هناك بعض المنكرات التي هي غير واجبة التغيير، لأن هناك منكرات واجبة التغيير وهناك منكرات ذكر العلماء أنها تسمى غير واجبة التغيير، وهناك بعض المنكرات تسمى مما عمت به البلوى، مما عمت به البلوى هذا لا يمكن أن نقترب منها. فالعلماء قالوا هذه الأشياء لا ينبغي أن ندخل في عراك داخل المجتمع لأنها فيها مبرر. ويعطونك مثال أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك تغيير المنكر مخافة الوقوع في منكر أكبر منه، لما رأى المشركين أعادوا بناء الكعبة المشرفة لما أصابتها تصدعات بسبب فيضانات ولم يبنوها على قواعد إبراهيم، فقال: يا عائشة، لولا أن قومك حديث بشرك لنقضت الكعبة وأعدت بناءها على قواعد إبراهيم. العلماء قالوا هذا الحديث استنبطوا منه قاعدة فقهية، وهي ترك المنكر مخافة أن يكون التغيير أنكر منه، مخافة الوقوع في منكر أكبر منه،
لأن قد يقع هناك صراع وتطاحن ونصل إلى سفك الدماء وغير ذلك، وهذا لا ينبغي أن يكون. والفقهاء يقدرون هذه التقديرات. ثم بعد أن يتيقن بأن هذا المنكر، ينبغي أن يكون هذا المنكر في حق الفاعل، في حق الفاعل. مثلا قد ترى إنسان يأكل في نهار رمضان، الأكل في نهار رمضان هذا منكر، لكن قد يكون للإنسان الذي يأكل في رمضان قد يكون مسافرا فله الحق في الأكل، وقد يكون مريضا أو ممن له عذر شرعي، فلا ينبغي أننا نسرع وننكر عليه وندخل معه في عراك. حتى إن العلماء وضعوا قواعد في الإنكار، قالوا لابد أن يكون في الإنكار أن تكون هناك مناصحة، مناصحة بالكلمة الطيبة بالأسلوب اللين، لا أن يكون فضا غليظا سنقع في الفتنة وفي الصراع، وأن يكون هذا الإنكار مبني على الظاهر، على الظاهر لا على التجسس، لأن البعض ربما قد يتجسس ويتسلق الحائط ويضبط الإنسان في وضعية سيئة. هذا ما عندك حق، لأن سيدنا عمر فعل هذا، وجد بعض الناس يشربون الخمر فلما سمعهم تجسس عليهم، ثم بعد ذلك تسلق الحائط ثم باغتهم، فلا قالوا له يا أمير المؤمنين إن كنا نحن قد وقعنا في واحدة فأنت قد وقعت في ثلاث، قالوا احنا منكر واحد شربوا خمر لكن أنت وقعت في ثلاث، ربنا عز وجل قال ولا تجسسوا وأنت تجسست علينا، وربنا عز وجل قال لا تدخلوا بيوتا حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، وأنت لم تستأنس ولم تسلم علينا بل باغتنا، وربنا عز وجل يقول لا تدخلوا البيوت إلا من أبوابها، وأنت تسلقت الحائط. فالذي ينكر المنكر ينبغي على الأمور الظاهرة، لا أن تتجسس وتبحث عن خطايا الناس، ما دامهم مستورين اتركهم فالأمر لله سبحانه وتعالى. كذلك أيها الأحباب الكرام، ينبغي أن يكون الأمر كبالمعروف معروفا، ولا يكون نهيك عن المنكر منكرا. الذي يأمر بالمعروف يعني ينبغي أن يكون معروفا، بحال النصيحة، النصيحة أمام الملأ تصير فضيحة، فلا بد أن يكون النصيحة بينك وبين الإنسان بالكلمة الطيبة. ولا ينبغي أن يكون نهيك عن المنكر منكرا، أنك تدخل معه في العراك، أنك تقول كلمة نابية جارحة، لا ينبغي أن يقع هكذا. ثم ذكر العلماء أن الأمور المختلف فيها لا ينبغي أن يقع فيها الإنكار، لا إنكار لما اختلف فيه، لأن المسائل الاختلاف العلماء اختلفوا فيها، فلماذا أنت تريد أن تفرض على هذا الرأي دون هذا الرأي؟ هذه قواعد عامة وضعها العلماء تجنبا للفتنة. وإذا ثبت أن هناك منكر فلا ينبغي للأفراد أن يباشروا تغييره بأنفسهم، وإلا ستقع الفوضى وربما قد يجر إلى الفتنة، بل لا بد أن يحال الأمر لصاحب الأمر، إما للسلطة وإما لولي الأمر. أما إذا أراد كل منا أن يغير المنكر بيده ستقع فتنة، وربنا عز وجل قال واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب، واعلموا أن الله شديد العقاب. لأن كم شهدنا بعض الناس أرادوا أن يصلحوا فأفسدوا، يقولوا في المثل الدارجي أنه بغيك حل عين أعورها، عوض أن يفعل خيرا أصاب الناس في ضنك. المهم الذي ينبغي أن لا يغيب على بالنا أيها الأحباب الكرام، أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا مبدأ أصيل في الأمة، لا ينبغي أن يغيب، خصوصا في عصرنا هذا لما توسعت دائرة الحريات الفردية والشخصية، لابد أن يكون هناك جهات معينة عندها ضمائر حية وتبدأ في الإصلاح وتبدأ في التوجيه وتبدأ في النصح، وتقول هذا الأمر غير مفيد لابد من إزالته، وهذا الأمر سيء قد يلحق بالمجتمع فسادا، فلابد أن يتحدث أولي الأمر من العلماء والمفكرين وأهل الإصلاح، وإلا إذا سكت الجميع سوف تغرق السفينة. المتأمل في أحوال الأمم الغابرة سيجد بأن بقاء كل أمة مرهون بأداء هذه الأمانة. القرآن العظيم مليء بالأخبار للأمم السابقة
أمم كثيرة، أمم عاد وثمود وجديس وإرم، مجموعة أمم عظيمة كانت حضارات وانهارت وتبددت واختفت على وجه البسيطة. والسبب أنها لم تكن تقوم بمبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نأخذ مثال، مثلا أمة بني إسرائيل. أمة بني إسرائيل ربنا عز وجل ذكرها في القرآن الكريم كثيرا، وقال بأنها خير أمة وفضل عن العالمين: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. كانت بني إسرائيل في القديم من الأمم الشريفة، الأمم العظيمة، الأمم الكريمة، حتى إن الله بعث لها أنبياء عظام، وكان من الأنبياء سيدنا موسى عليه السلام، وكان وجيها عند الله، وكان محبوبا عند الله، وألقيت عليك محبة مني. فلماذا ضيعت بني إسرائيل هذه النعمة؟ بدأ التغيير لما تنازلوا وتناسوا مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كان الرجل يجد الرجل على مجلس فيه خمر أو فيه فساد، وهو يدب إلى المعبد، فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع. ثم بعد ذلك لما يعود من المعبد يجد الرجل نفسه يفعل هذا المنكر، ويقول له: يا هذا اتق الله ودع عنك هذا المنكر. لكن بعد مدة سيستأنس، فيكون جليسه وأكيله وشريبه. ربنا قال عن بني إسرائيل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. لهذا لما كثر الحرية الفردية وتنازل الناس هناك عن مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصابهم ما أصابهم. ربنا قال: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبيس ما كانوا يفعلون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. لذا أمة بني إسرائيل صارت في الهامش لأنها ضيعت هذا المبدأ. أما الأمة الإسلامية ففي الأول ربنا سبحانه وتعالى جعلها أمة صالحة، قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. لكن فيما بعد ما الذي وقع في الأمة الإسلامية؟ قال: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. العهود التي جاءت وراء زمن الخيرية في الأمة الإسلامية، سنجد بأن الناس يتشبثون بالدنيا ويتنافسون عليها، بل ويتقاتلون عن المناصب والمصالح، وضيعوا مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فربنا قال: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. ربنا سبحانه وتعالى جعل هذا المبدأ هو أساس قيام الدولة وعظمتها وازدهارها واستمراريتها. ومما يدل على هذا المعنى بوضوح قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمتي حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. هذا نظام وقانون كوني، يكون هناك أمة يبعثها الله تعالى فيها مبادئ، فيها قيم، وكيكون فيها حواريين، وكيكون فيها صحابة. الحواريون بالنسبة للمسيحيين، والصحابة بالنسبة لسيدنا محمد، حواريين وأصحاب يأخذون بسنة هذا النبي ويقتدون بأمره ويعملون على نهجه. ولكن لما تتقادم الأزمنة ويكثر القيل والقال ويكثر الاختلاط، تخلف من بعدهم خلوف، يعني خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يمرون، وهكذا يقع الإفساد في الأرض. من أراد أن يقوم للإصلاح لابد أنه يصبر، لأن الإصلاح عنده ضريبة قوية، والأنبياء والمرسلون هم من قاموا بالإصلاح، وضريبتهم كانت قوية ولكن الله كان معهم. ومن أراد أن يسير على هذا الموكب النبوي للأنبياء عليه الصبر. فسيدنا لقمان لما كان يوصي ابنه يقول: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. لأنه من أراد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يتهم بأنه يتدخل
في الحريات الشخصية ويتدخل في الحريات الفردية ويضيق على الناس مجال الحريات، وربما قد يتأذى بالكلام أو يتأذى أي كل من أبدى رأيا من الآراء قد يتأذى. لهذا ربنا عز وجل قال على لسان لقمان: واصبر على ما أصابك يا بني، أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. الغريب أننا كنا في الفترات الماضية نجد هناك نشاط قوي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقوم به بعض العلماء والدعاة والمحدثين والفقهاء، ولكن عيبهم أنهم كانوا يركزون على أخطاء العامة. لما يرون الناس يقعون في أخطاء بسيطة، ربما هذا مسبل وهذا يضع الكف على الكف، أو أنه يترك لحيته أو يحلقها، أو يقرأ القرآن جماعة أو يتركه، هذه الجزئيات في الدين كانوا يقيمون الدنيا ولا يقعدونها، بل كان منهم من يفسق الآخرين وكان من يكفرهم ويخطئهم، أخطاء العامة. لكنهم لما يتعلق الأمر بالخطايا المرتبطة بالشأن العام فإنهم لا يتحدثون، يكونون صم بكم عمي. فغريب أن بعض هؤلاء العلماء عوض أن يكونوا قريبين من الشعوب ومن الجماهير المستضعفة كانوا يتسلطون عليهم بالتضييق وبالنقد وربما بأحكام جائرة، في حين كان عليهم أن يوجهوا أيضا اللوم للمسؤولين على الشأن العام من أجل الإصلاح وترك المنكرات والفواحش في المجتمع حتى يستقيم المجتمع، لأن مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يكون متوجه فقط للأفراد البسطاء، وإنما يتوجه لأصحاب المقامات ولأصحاب المسؤوليات ولأولي الأمر لكي يقوم إصلاح المجتمع. هذا واجب على الجميع ومسؤولية على الجميع، ونحن نوقن بأن الخير كله في هذه الأمة وكل يؤديه حسب طاقته وحسب مسؤوليته، لأن ارتباط الخيرية بهذه الأمة يكون وثيقا بدعوتها للحق وحمايتها للدين ومحاربتها للباطل. فربنا عز وجل امتدح هذه الأمة وقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال جل وعلا أيضا: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. نسأل الله تعالى أن يوظفنا في خدمة هذا المبدأ، مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن يبين لنا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويبين لنا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، ونسعى لبناء مجتمع الفضيلة، مجتمع الصلاح، مجتمع التضامن، مجتمع القيم الأخلاقية الذي يكون كل يوم إلى ربنا أقرب. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين يا أكرم الأكرمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عدنا إليكم مستمعي الأفاضل ويسعدنا أن نستقبل مكالماتكم، ونبدأ بأول مكالمة من إقليم المحمدية. معنا أخونا جواد. السلام عليكم سيد الحاج. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. كدير سيد الحاج، لبس عليك بخير. حياك الله سيد جواد، الله يطول عمرك، حفظك الله ورعاك. الله يحفظك لي أنت، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى يعاونك على هذا البرنامج اللي كدير سيد الحاج، صراحة الله اللي كتخلينا نجيو نفرغوا عليك قلبنا، وكاين من الاخوه المكوفين كاملين كيشكرك جزيل الشكر سيد الحاج، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى الذريه ديالك ان شاء الله تكبر في سيف عزك ان شاء الله يا ربي يا سيد الحاج. حفظك الله ورعاك مولاي، مرحبا مرحبا. سيد الحاج فهمتيني، قبل ما ندز معاك على واحد الدعاء لواحد السيده كاينه فهمتيني هي من وجده وكاينه في اوروبا فهمتيني، يعني هي بنت الحاج ميلوده، كد ناحيه الحاج ميلوده عند الام ديالها مريضه، وعند ديك اختها بغا شي جوز صالح وليها هي بشي بالهنا وراح في بال مع وليداتها وما زيد عليها، يا ربي يا ربي. نعيم الطلبه حتى هي كنبغيك تمشي تدعي معها سيد الحاج، راه كتنطلق والاخوان المكفوفين كاملين، وكان الاخوان فهمتي يعني الحمد لله الاخوان المكفوفين كاملين كيتصنتوا لك وكيقولوا لك سيد الحاج جزاك الله خيرا على العمل اللي كتعامل معنا فيه، وراك عارف سيد الحاج انا عندي القنوات هادو باش كنجري معاهم غير الخير فهمتي على الاخوان المكفوفين كاملين الحمد لله. يا خويا يا خويا الله يتقبل مزيان. الشيء اللي كاين القناه الاولى هي سميتها شجره الهلال للمكفوفين، الاخوان اللي بغاو يدخلوا لعندنا فهمتي شجره الهلال للمكفوفين،
والثانية سميتها شجرة أمل للمكفوفين، يكتبون بالعربية شجرة هلال للمكفوفين بالعربية، ويكتبوا شجرة أمل للمكفوفين. والأخ عصام اللي من وجدة فهمتيني من تازك القناة ديالو هي شجرة صوت للمعاقين، شجرة صوت للمعاقين، المعاقين يكتبوها تاهي بالعربية. ونتمنى والله يكون الخير ان شاء الله الجامعة سيد الحاج. وصراحة الله انا فرحان اللي كنهضر معاك والله العظيم سيد الحاج فهمتي، ونتمنى بارك الله فيك دائما انا سيد الحاج راه فهمتي انا شويه فهمتي يعني على حساب السمع ديالي، نتمنى الله الشافي شافي الجامعة سيد الحاج. وكنشكر فهمتي الاخت بوسرة تاهي اللي من فرنسا تاهي يدعي معاها، والاخت فوزية اللي من الطاليان، واخت فوزية اللي من الدار البيضاء تاهي الاخت ديالنا عزيزة وغالية انسانة طيبة تاهي، وكد كدعونا الله يجزي ليها ربي بالخير ويجزيها الله فهمتي كل خير ان شاء الله. وجزاك الله خير سيد الحاج وشكرا اسمح لي. شكرا سي جواد، شكرا اخويا، وهنيئا لك ربي واللي وفقك لهذه المهمه وجعلك وسيط ما بين المكفوفين والمكفوفات وما بين اهل الخير والفضل عبر هذه القنوات. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لكم في هذه الوجود، هذه الجهود الجبارة، وأن يفتح لكم باب الرزق وباب الفضل. وهذا الناس كلهم اللي ذكرتهم بأسمائهم نسأل الله تعالى في هذا اليوم المبارك الأغر وفي هذه الساعة المتأخرة من الليل أن يحفظهم أجمعين بالسبع المتاني وبالقرآن العظيم، وأن يبارك لهم في الصحة ويبارك لهم في العافية، وأن يوفقهم للمزيد من الخير والمزيد من الفلاح. وربك سبحانه وتعالى كفيل بأن يرزق الجميع، الناس كيديروا الأسباب والله تعالى هو الرزاق ذو القوة المتين. شكرا لك أخي جواد، حفظك الله ورعاك، وتحية لكل المكفوفين والمكفوفات في المغرب اللي انتظموا من خلال هذه القنوات اللي باش يساعدهم الناس. وكنذكر بأن من غير المكفوفين كاين الناس المعاقين اللي بداو كينتظموا في قناة أخرى عند السي محمد من الخميسات اللي سماها قناة نور للمعاقين، قناة نور للمعاقين. فالناس أهل الخير اللي كيبغوا يساعدوا بعضياتهم أنهم كيتواصلوا مباشرة مع هذه القنوات، كيشوفوا لي فيديو ديال الحالات اللي هي مرضية ماشي غير مكفوف فقط أو معاق، كتلقى عنده حالة اجتماعية قاهرة وكيحتاج لدواء أو مساعدة أو كذا. فالله يوفق الجميع، وشكرا لكم وهنيئا لكم على فعل الخير. نواصل أيها الأحباب الكرام، نتحول إلى إقليم جديدة مع للا سهام. نعم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. دكتور كريبان أنا فرحانة اليوم أن الخط شد لي وقبط لي باش نهضر معك، والله العظيم إلا صليت على سيد النبي واحد العدد كثير اليوم، وقلت لي يا ربي يا ربي عندي أمل أنني غنهضر معك صلى الله عليه وسلم. هنيئا لك والله، يتقبل منك هذه الصلوات، تكون ان شاء الله تعالى في ميزان حسناتك. والدكتور كريبان الى صلاه العشرة الحمد لله اديت الواجب ديال صلاه الضحى وصليت على سيد النبي تقريبا شي 1000، وفي العشيه من بعد العصر بشي 1000، ومازال ان شاء الله المزيد في هذه الليله. الله مباركه، هنيئا لك، هنيئا لك لا سهام، هنيئا لك، هذا خير كبير 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 بزاف. والله مبروك هذه الخيرات اللي نزلت اليوم، الله يجعلها فاتحة خير علينا وعلى جميع أمة سيدنا محمد وعلى الشعب الفلسطيني وعلى جميع المرضى، تكون إن شاء الله يا ربي بالرحمة وبالمغفرة الوالدية والخوت ديالي، الأخ ديالي والأخت ديالي توفاو يعني متقاربين في السن بجوج، يلا خرجوا تقاعد، والوالد كان إمام والوالدة بحال شي ولية صالحة، ودعي لي مع الزوج. والله يجازيك بخير الدكتور كريبان، راني أستاذة علوم خصوصي، راني مستعدة أنني نقدم دروس في هذه العطلة، واللي بغى نقدم ليه الدروس وبغيت الرقم ديالك. الله يجازيك بخير يا دكتور، دعي معايا، عندي ديون. الله يجازيك بخير، إلا ما دعي معايا باش نزيق نحيد به الديون اللي عندي. الله يجازيك يا ربي يا كريم، يا ربي يا كريم، لله بارك الله فيك لاله سهام، كلهم يقولوا آمين إن شاء الله لاله سهام. الله يجازيك بخير يا دكتور، إلا ما راني كنتمنى يحيد عليا الدين ونكون إن شاء الله فاعلة خير، المستقبل ديالي يكون فيه إن شاء الله الخير والإحسان، ماشي غير بالتعليم. 20 سنة وأنا كندرس مريضة، ومع ذلك كنتمنى أن الصراحة شريت واحد دار تسلا، وباقي لحد الآن
عندي فيها الدين واخا ما كانش خاصني ندير البنك، ولكن دعي معايا انني دابا انا راه وليت في جديده رفقة الزوج، ودعي دعي معاه ودعي معايا ولو انني كنقول الذرية الطيبة راه هما دوك الابناء اللي كندرس في المدرسة، ومع ذلك كنتمنى ربي يطول لي عمري باش ما نموتش ويكون عندي انني مريضة ويكون الدين يبقى ثقل عليا. كنتمنى ان الله سبحانه وتعالى هو يؤدي عليا هاد نحيد هاد الديون ونكون ساعدة خير. واللي بغى الدعم مجاني يا استاذ، راني عندي اجازة النحو العربي وعامين تعليم النفس عند الاجتماع راه مجان عن بعد عن قرب، اعطيهم الرقم ديالي وبغيت الرقم ديالك والله يجازيك به. إلى لسهم بإذن الله. لا أنا نأخذ الرقم لكي نتواصل معك. لا كنشكر أخينا سامي في الإخراج واستقبال المكالمات. إن شاء الله نتواصل معك. لا لسهم يفرج علي يا ربي هذه الأزمة، راه مأرقني هالدين اللي ما كانش خصني نديره على قبل الدار. والله يجازيك بخير دكتور كوريبان. لا يا رب إلا ما دعي معايا، لأنه مع صراحة كنطلب استغفار وكندير الدعاء ديال اللهم رب السماوات السبع، وما زعما كنحاول ما أمكن كنشوف رؤية حسنة، ومع ذلك ما مرتاحش إن درت ديون على هاد الدار وشوية تأزمت. الله يجازيك بخير دكتور كوريبان. إلا ما كنطلبك من هذا المنبر في هذا النهار المبارك الساعي، إلا ما نتو المستمعين دعيوا معايا يحيد عليا هاد الدين. الله انا كنطلبك وكنترجاك والرجاء عند الله سبحانه وتعالى. ما بغيتش يا بالله زعما نبقى هكا يعني مقرقني هاد الدين، وراه عرفتي النيه ديالي راه كنتمنى نكون محسنه في المستقبل، ودابا راه كنقدم يعني اي حاجه وما خصنيش نقول، ولكن كنتمنى نكون ان شاء الله فاعله كبيره، وبغيت هاد الامنيه تتحقق لي باذن الله. لله باذن الله. لله سهام الله يحفظك ويرعاك. لله الله يحفظك يا ربي، الله يكرمك، الله يفرج عليك بجاه النبي المصطفى الامين. الله يطول في عمرك. الله يطول في عمرك دكتور. اللهم امين. لنا سهام شكرا لمستقبل المكالمات، شكرا للمستقبل، شكرا لجميع اللي كيخدموا في هذه الاذاعه، لا في الصباح ولا في المساء ولا جنود الخفاء، راه حنا متابعين لك لا انا ولا الزوج ولا الصراحه راه دائما، وفرحت من زادوا هذا النار ديال الجمعه في هذا البرنامج. بارك الله فيك لاله سهام، الله يفرحك بدخول الجنه. كنشكرك لاله سهام، كنشكرك على المكالمه ديالك، كنشكرك انك فتحتي قلبك لنا. اول حاجه لاله سهام اريد ان اهنئك بانك صليتي على النبي الكريم هذا الصباح 1000 مرة في الصباح و1000 مرة في المساء. هل تعلمين ما هو الجزاء الذي اعده الله تعالى لمن صلى على النبي 1000 صلاة؟ روي في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10. تصور أنك تصلي على النبي صلاة واحدة، الله تعالى يصليك عليك 10. أول من صلى على النبي من؟ أول من صلى على النبي هو ربنا عز وجل، ثم بعد ذلك أمر الملائكة في السماء بالصلاة عليه، ثم بعد ذلك أمر أهل الأرض بالصلاة عليه، فقال جل جلاله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إذا صلى الله عليك صلاة واحدة أنت من أهل الجنة، ربك إذا صلى على العبد صلاة واحدة فقط فهو من أهل الجنة. فما ظنك لما قال من صلى علي صلاة صلى الله عليه 10، ومن صلى علي 10 صلى الله عليه 100، ومن صلى علي 100 صلى الله عليه 1000، ومن صلى علي 1000 زاحم منكبي منكبه باب الجنة يوم القيامة. ما معنى ذا الكلام؟ معنى أن الله تعالى عنده الأضعاف الحسنة بعشر أمثالها اللي درتها مع سيدنا النبي في حق النبي الكريم، ربك يعطيك خيرا من ذلك 10 مرات، فأنت دائما مستفيد، هذا هو الحصاد الحقيقي. وما معنى من صلى علي 1000 زاحم منكبي منكبه باب الجنة يوم القيامة؟ بمعنى أن أول من يدخل الجنة يوم القيامة هو الرسول صلى الله عليه وسلم، لا أحد يسبقه، هو الأول. أنا خير بني آدم ولا فخر، أنا صاحب اللواء، وأنا أول من تنشق عن الأرض، وأنا أول من يدخل الجنة، هكذا في الحديث. لكن اللي صلى على النبي 1000 مرة زاحم منكبي منكبه باب الجنة، بمعنى غتكون توياه سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم غتدخلوا في وقت واحد. كاين هذا
اللي صلى على النبي ألف مرة، وكاين اللي ربى يتيم، أنا وكافل اليتيم كهتين وشارك بين السبابة والوسطى. هادو غيدخلوا كلهم في وقت واحد وكأنهم في نفس الرتبة ديال النبوة. فهنيئا لك لما صلى على النبي ألف مرة. وحنا سعداء بالكلام اللي قلتي للا سهام، أنك من رجال التعليم، وأنك بغيتي أنك تساهمي مجانا لتلقين الدروس بالنسبة للتلاميذ. وحنا عارفين الوضعية مؤخرا ديال التعليم، هذا الملف يؤرق الجميع، يؤرق الحكومة ويؤرق الوزارة المعنية ويؤرق النقابات ويؤرق الأمهات والآباء وأولياء الأمور ويؤرق التلاميذ والتلميذات ويؤرق الجميع. وحنا ما كنسمعوا بحال هذا الكلام ديال الاسهام، كنتأكدوا فعلا بأن رجال التعليم ونساء التعليم يستحقون الاحترام والتقدير ويستحقون التكريم. وصدق من قال: قم للمعلم ووفه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا. المعلم هو ليس كالمستثمر في الحجر، هو يستثمر في بناء البشر، وهي أعظم مهمة. هذه مهمة الأنبياء ومهمة المرسلين، تنوير العقول وتنوير القلوب. وكنتمنى إن شاء الله تعالى في الأيام القليلة المقبلة نسمع أخبار الخير وتسوى المشاكل ديال الرجال ونساء التعليم، ويتم تعديل القانون الأساسي، ويتم الزيادة في الأجور والتعويضات، ويتم جميع المطالب تقضى إن شاء الله وبإذن الله، لأن أبناءنا وبناتنا كلهم محتاجين يقرأوا. والناس اللي في التعليم الخصوصي يعني حتى راهم في وضعية صعبة. راه الناس اللي في التعليم الخصوصي ما تظنوا بأنهم مرفهين. راه كاين الإنسان كيحيد اللقمة ديال العيش باش يخلص بها على وليداته وبنياته باش يقراو. وحنا لابد أننا نتبنى واحد الرؤية جديدة في المنظومة التعليمية ديالنا، التنسيق بين العمومي والخصوصي، باش كنا عندنا واحد مدرسة وطنية فيها واحد الرؤية شمولية يحظى فيها جميع أبناء الوطن بالعدالة الاجتماعية، والكل يدرس دراسة معمقة، والكل يكون عنده فرصة لنيل الشهادة العليا ولكي يكونوا رجال المستقبل. احنا غنمشيو غدا وبعده، شكون اللي غادي يجي ورانا؟ الجيل الجديد. احنا اباؤنا واجدادنا زرعوا فحصدنا، وحنا علينا ان نزرع فيحصدون. هما زرعوا، احنا فحصدنا، والان ناكل وناخذ الثمار. وحنا علينا ان نزرع باش الجيل اللي يجي ورانا ديال اولادنا واحفادنا يزرعون وياكلون ويستمتعون. فاشيد بك واهنئك للا سهام على هذا الروح المعطاء ديال انك باغا تعلم الناس ولو بالمجان، هذه نعمة كبيرة. أما قضية الديون للسهام، فأنت كنت مضطرة، أنت خذتي واحد السكن مضطرة، لأن الإنسان كيكون ديك ساعة مضطر، إما أنه غادي يقوم بالكراء، وإما أنه غادي يسكن مع العائلة. إذا سكن مع العائلة كتوقع المشاكل. حينما يتزوج الإنسان أول مشكلة كيوجهها هي مشكلة السكن، ومشكلة السكن في المدن الكبرى هذه معضلة، وخصوصا في الدار البيضاء والرباط الجديدة. هذا المحور كتكون كاين غلاء كبير للسكن. الإنسان إذا تزوج ماذا يفعل؟ إما أنه غادي يبقى واحد المدة طويلة بغير زواج حتى يجمع المال ويوفره ويقتني سكن، ولكن بعد ذلك إذا يبقى متأخر غيشوف وجوه في المرايا غادي يلقى بأن شعره اشتعل شيبة والتجاعيد هجمت على وجهه وأنه بلغ من الكبر عتية. شحال ديال الناس كنعرفهم بقى كيتسنى باش يجمع المال، ولكن بعد مده ذهب منه الشباب وذهبت ربيع العمر، والقرص بانه صار هرما دخل الى الكهوله. واما يتزوج ويسكن مع العائله، ومع العائله كيوقع الشنآن، داك الاحتكاك كيؤدي الى العداوه والبغضاء، فكيتفرق الشمل وكيتقطع الرحم. كيبقى الانسان ماذا يفعل؟ يكتري، كيكري، ولكن بعد مدة إذا لم يؤدي ثمن الكراء غينقلب عقد الكراء إلى عقد إفراغ. عدد ديال الناس كي في المحكمة كتمشي في مصلحة الإفراغات القضائية غتلقى الملفات متراكمة، ناس كراو واحد فترة زمنية وبعد مدة ما أنهم لم يستطيعوا أن يؤدوا، إن وقعت لهم شيء، إما خروج من العمل أو طرد من العمل أو تعسف أو حادثة أو وفاة، فصاحب الكراء يقول لك أنا ما ماشي الشؤون الاجتماعية، أنا أريد منزلي، فكيحكم عليه القضاء بالإفراغ.
ملي كتجي هذا البديل كيقول لك الشراء بثمن الكرة، كيقول الإنسان مضطر ليس له أي وسيلة من الوسائل، كيكون مضطر. هنا العلماء قالوا بأن هذا الإنسان اللي كيمشي يأخذ الديون باش يأخذ الدار، إلى لقى الديون من عند الناس كان أفضل، لكن غير من عند الأحبة، عند الأصدقاء، من عند الجيران، من عند العائلة كان أفضل، كتأخذ ديون تردهم. ولكن هذا الشيء ما بقاش، الناس ما بقاش يثقوا بعضهم في بعض، لأن اللي تسلف شي حاجة ما كيبقاش يردها، كيلقى صعوبة عند الرد، كتجي سهولة عند الأخذ، صعوبة عند الرد. فكيبقى الباب أمامه هو هذه المؤسسات البنكية. مؤسسة البنكية أيضا مشكلة كبيرة، أيضا التراكم ديال الفوائد، وكيبقى الإنسان في حيص بيس. لكن كيكون أقل الضرر وأقل الشرر هو أنه مضطر. ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز قال لنا: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. الله تعالى دل لنا واحد القاعدة اسمها الضرورة والاضطرار. ملي كيكون الإنسان مضطر أنه يأخذ واحد السكن، كيكون ديك الساعة لا إثم عليه، لا إثم عليه. خصوصا أن بعض العلماء أفتوا واحد الفتوى ما يسمى بفقه المآل. فقه المآل، فقه المآل هو في القضايا الفقهية كنشوفوا واحد الحكم قد يكون حراما ولكنه قد ينقلب إلى حلال، كيتسمى انقلاب الحكم. هو في الأول إما فيه شبهة أو فيه حرمة، لكنه قد ينقلب إلى مصلحة راجحة. فقه المآل، هذاك العقد اللي كان في الأول ديال الفائدة البنكية هو عقد ربا، لكنه قد ينقلب إلى عقد تمليك. أي نعم فيه ضرر، في فوائد تتراكم وكتعود صعيبة باش الإنسان يؤديها، ولكن في الختام ينقلب إلى عقد تمليك، لأن ملك يسالي الإنسان كتعود ضرر في الملك دياله، بخلاف اللي كان في الكرة وخيكري 20 سنة كأنه عمره ما ديالو، يلا غيبدأ من صفر. لكن في هذا النظام ديال البنكي كيبقى يراكم. وحنا كنتمنوا إن شاء الله تعالى السياسة السكنية اللي غديرها الدولة، خصوصا مع هذه البشارات، هذا الدعم اللي غتقدمه الدولة للناس اللي ما عندهمش سكن، لاقتناء سكن أساسي 10 مليون ولو 7 مليون، واحد نعمة كبيرة. وكنتمنوا من الأبناك أيضا أنهم يديروا واحد تسهيلات للمواطنين، تكون أبناك مواطنة، خصوصا أن الناس اللي عندهم دخل محدود جدا ما كيتكافوش حتى مع المعيشة، فكيف يتكافون مع دفع هذه الفواتير اللي كتكون باهظة وتزداد أضعاف مضاعفة. وكنتمنوا إن شاء الله تعالى تكون واحد السياسة اجتماعية في البلد المسلم، تكون بدون فوائد، أبناك ذات مرجعية شرعية إسلامية، كتساهم في إعطاء القرض الحسن، كما في بعض الدول الخليجية أو بعض الدول الأخرى عندهم ما يسمى بالقرض الحسن، القرض غير مترتب عليه فوائد، خصوصا اللي بغى سكن ديال الحد في القد، يعني الحد سكن اجتماعي، يلا غادي يستر في نفسه. على أي حال لالا سهام، الديون راه ممكن أنك إن شاء الله تخلص منها في أقرب وقت ممكن. ما هو السبيل للتخلص من الديون؟ أولا نعتقد اعتقادا جازما بأن المال موجود ووفير وبكثرة. أين هو؟ هو عند رب العالمين. الله سبحانه وتعالى وعدنا بأن خيره كثير، قال لنا في الحديث القدسي: يا عبادي لو اجتمع أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم على صعيد واحد فطلب مني كل مسألته وأعطيتها له ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. صور هذا التصوير اللي وضعه الله تعالى، واحد الواقع أن جميع البشر الإنس والجن أولهم وآخرهم من لدن آدم إلى قيام الساعة، ملايير ديال الملايير ديال الملايير اجتمعوا، داروا وقفة في أرض واحدة، وكل منهم طلب ما يشاء، كل واحد غادي يرمي في مطلبي، هذا باغي السكن، هذا باغي الشغل، هذا باغي الأولاد، هذا باغي فيزا إلى أرض أخرى، اطلب ما تشاء. قال لك لو طلب مني كل مسألته وأعطيتها له ما نقص ذلك من ملكي إلا كما يدخل المخيط إذا أدخل البحر. صور واحد الإبرة دخلتها المحيط الأطلسي وخرجتها، ما غدي من البحر والو، نقطة. فالله تعالى عنده كل شيء، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه ولكن ننزله بقدر معلوم.
هو ربي لحكمة بالغة كينزل الخير دياله بقدر معلوم. كيقول لك علاش الله تعالى ما ينزلش الخير مادام هو موجود، الخير عنده موجود، علاش ما يعطيناش حنا الخير كله يعطيه لنا، اللي بغى شي حاجة يعطيها ليه. كيجاوبنا الله تعالى في كتابه الحكيم وكيقول لنا ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزله بقدر معلوم إنه بعباده خبير بصير. لو أن الله تعالى أعطانا كلنا داكشي اللي بغينا غادي يوقع الإفساد في الأرض وغادي يوقع التبذير ويوقع عدم شكر النعمة ويوقع البطر والعياذ بالله. فالله تعالى حكيم كيعطينا بقدر. واللي بغى هذا الرزق ربي قال لنا وفي السماء رزقكم وما توعدون. كيف ذلك في السماء؟ يعني أن ترفع أكف الضراعة إلى الباري. اللي بغى الرزق يرفع يديه للسماء ويبقى يدعي الله تعالى. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا واحد الأسرار باش ربي يجيب لك رزق. أولها أننا كل ليلة نقرأ سورة الواقعة، نقرأها بصدق ويقين، وهذا مجرب والله وبالله وتالله مجرب. لما تقرأ سورة الواقعة بصدق ويقين سبحان الله العظيم ربنا يفتح لك مفاتيح الخير ويأتيك الرزق من حيث لا تدري، رزق وفير تقضي به الديون وتوسع به على العيال. نقرأ سورة الواقعة. ثم الأمر الثاني هو أننا نتصدق مما أعطانا الله، ولو كان أعطانا غير القليل نتصدق بذلك القليل حتى يصير كثير. نتصدق مما أعطانا الله تعالى ولو بدراهم، كل يوم يكون في جيبي واحد القدر ديال المال زائد أتصدق به على الفقراء والمساكين. علاش؟ لأن الصدقة هي جالبة للأرزاق. الله تعالى قال لنا مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. دائما صدق ولو بالقليل، لأن الصدقة القليلة جالبة للخير الكثير. ثم الأمر الأساس اللي ما نسوش أيها الأحباب الكرام، عدنا واحد الوقت عظيم الله تعالى يقول لنا اللي بغى شي حاجة نعطيها ليه. أشنو هذا الوقت؟ هو الوقت المتأخر من الليل، الثلث الأخير من الليل. ربنا عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة نزولا يليق بجلاله وكماله، فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من صاحب حاجة فأقضيها له، هل من مستغفر فأغفر له. يبقى ربنا عز وجل طول الليل قبل الفجر بساعتين تقريبا يبقى يقول لنا ينادي هل من داع فأستجيب له. فالمسألة بسيطة، بسيطة جدا وحسنة مقضية. المؤمنون والمؤمنات هم أبعد الناس عن التفكير في الرزق وفي هذا القضاء. علاش؟ طريقة بسيطة جدا، إذا احتجت إلى أمر ما تستيقظ قبل الفجر بساعتين تقريبا أو ساعة ونصف حسب طول وقصر الليل والنهار، تتوضأ وضوءا خاشعا وتصلي لله ركعتين وتطيل السجود وأنت تدعو، تدعو الله تعالى بأسماء الحسنى، يا رزاق يا غني يا ودود يا كريم، وسوف ترى عجائب قدرة الله، عطاء ليس له حدود. فنسأل الله سبحانه وتعالى أختي سهام أن يرزقك الله تعالى رزقا واسعا، رزقا وفيرا، رزقا كثيرا. ونقول جميعا أيها الأحباب الكرام الدعاء للرزق. اللهم يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين، اللهم صب علينا الرزق صبا صبا. اللهم يا رزاق يا كريم يا غني، صب علينا الرزق صبا صبا، ولا تجعل عملنا كدا كدا. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله، وإن كان رزقنا تحت الأرض فأصعده، وإن كان رزقنا بعيدا فقربه، وإن كان رزقنا قريبا تمكننا منه، وإن كان رزقنا قليلا فكثره، وإن كان رزقنا كثيرا فبارك لنا فيه. نسألك اللهم بحق قولك قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير بيدك الخير بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب وترزق من تشاء بغير حساب وترزق من تشاء بغير حساب. اللهم أمين يا رب. هذه الآيات تسمى آيات الملك في سورة آل عمران. راه اللي بغى المال الوفير واللي بغى السلطة
واللي بغى الراية المرفوعة والكلمة المسموعة يقرأ هذه الآيات في الصباح والمساء. وهذا مجرب، والله مجرب. أعرف واحد عدد كبير من رجال السلطة في مقامات عالية وكانوا يخافون أنهم يعزلون من مناصبهم، كاين اللي كيتصاب بواحد الظروف نفسيه مقلقه للغايه، فكتقول لي اقرا هذه الايات في الصباح والمساء، وملي كيقراها سبحان الله العظيم عوض ان يعزل يرقى، عوض ان يعزل يرقى. كنعرف واحد العدد كبير ديال رجال السلطه في مقامات عاليه وكان عندهم هذا المشكل، فكيقول لك اش غندير، دير هذه، قرأ هذه الآيات، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك خير إنك على كل شيء قدير. واللي عنده كذلك الرزق القليل كيقرأ هذه الآيات يأتيه الرزق صبا صبا، لأن ختامها ويرزق من يشاء بغير حساب، يرزق من يشاء بغير حساب، يأتيك الرزق من غير أن تحتسب. فنسأل الله تعالى أن يختم لنا ولكم بالحسنى بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، آمين آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.